راح ننتقل الى موضوع اخر. انا ضجت الصراحه مقابل هالاستوديو هذا والمخرجين هذول ضجت. فانا اشوف انه لو نغير جو طبعا المخرجين اكيد ما راح يقولوا لي لا، اكيد راح يودونا لاماكن جديده، راح يعرفونا على مقاهي حلوه. وانا احب اميل للاماكن المطله على الشط، يعني احب المي، احب هذه الامور. ف حققوا لي حلمي مباشره يعني سبحان الله. اليوم راح نتحدث عن تقرير على احد المقاهي التاريخيه، اقدر اقول عليه تاريخيا انه هو صار له من الثمانينات ومن قبل حتى الثمانينات، ولكن تغير مكانه. نحكي على مقهى البيروتي، اكيد انتقل من منطقه الى مكان اخر. المكان هذا اليوم صار هو على بالعطيفيه اعتقد على الشط. راح نشوف تاريخ هذا المقهى، الرواد منه، شو وقت اسس، وشنو الاجواء الموجوده بهذا المقهى. ونرجع اكيد نتابع التقرير مشاهدينا الكرام عن مقهى البيروتي، ونرجع لكم ماني وبنان. يعتبر مقهى البيروتي واحدا من المقاهي الأثرية في بغداد، والتي يعود تاريخها إلى منتصف القرن الماضي. واليوم يحتضن نهر دجلة هذا المقهى بعد أن تغير مكانه في مطلع الألفية ليتمركز في جانب الكرخ بالقرب من منطقة العطيفية. طبعا مقهى البيروتي من المقاهي القديمة والتراثية بالعراق، تأسست المقهى عام 1924 اللي كان مكانها بساحة الشهداء، يصير قبل ما تصعد الجسر يصير على اليمنى. مقهى قديم يعني وتراثي. بعدين انتقل المقهى بسبعينيات، يعني بالسبعينيات انتقل المقهى لمنطقة العطيفية على نهر دجلة، بنت الدولة، وبعدين صار تطوير عليه بالعام 2014. فمن بدينا نطور وبدينا نكمل بناء مالها وترتيباتها، صارت قبلة للشباب، قبلة للمثقفين، قبل جميع طبقات المجتمع. يعني تعرف طبقات المجتمع هواي، يعني مثقفين وأطباء وأدباء ويعني وشعراء. وصارت عندنا حالة حلوة دائما، يعني إنه يوم السبت، تدري هو يوم السبت يصير مكان الملتقى الأدباء والمثقفين والشعراء بشارع المتنبي، فمن يكملون ينسحبون يجون يمنا، فإحنا عندنا قاعة مخصصة لهم يلتقون بيها. فصارت قبلة يعني فتشي يعني بصمة ببغداد أو على العراق يعني. أخذت تزداد شعبية هذا المقهى عاما بعد عام، وأصبح واجهة للشباب والعوائل لما يمتلكه من موقع جغرافي ومكانة لدى الكثير من الشباب العراقي. ليس هذا فقط، بل صار مركزا ثقافيا وملتقى للشعراء والمثقفين والأدباء الذين يجدون فيه مكانا للراحة والاسترخاء. البيروتي مكان ترفيهي نلتقي به احنا وجماعتنا، وافضل مكان يعني من ناحيه الاجواء والقعده الحلوه، ونلاحظ به تطور، يعني كل فتره يصير به تطور احسن واحسن. صار شيء 4 سنين يعني من اول ما نقول طبقنا اعداديه وصرنا كليه، ودائما الصبح مثلا بالكليه بنلتقي احنا جماعتنا وفد مكان، ماكو غير بيروت يعني انا اشوفه شيء احسن مكان مناسب يعني نقعد به، حلو ومفتوح. تعتبر اول شيء مقهى تراثيه من قبل، يعني قديمه، تاريخها معروف تراثيه، يعني حتى كانوا اجدادنا ابانا يصرفون بيها من كانوا طلاب، يعني جون درسون بيها. انا خالي يعني كان دائما احكي بيها، يعني يجي يدرس بيها بهاتنا هماتين. شيء ثاني طلاب يعني الجامعات الكليات هماتين، يعني يجون هنا شلون جروبات تصير عيد ميلاد هيك شغلات. يعني يوم بعد يوم يتطور هذا المقهى اكثر فاكثر ليقدم لزبائنه ما لذ وطاب، ولا يقتصر على المشروبات الساخنه والاراجيل. ليس هذا فقط، بل يمتاز اليوم بستة قاعات وصالات تحتضن يوميا مئات من الشباب والعوائل العراقية. لسام الراء الفضائية علي الحسني، بغداد.